للمزيد من التفصيل والمتابعة ينضم إلينا من موسكو الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسية. عام ونصف دكتور على الحرب الروسية الأوكرانية، برأيك هل استطاعت موسكو تحقيق أهدافها أو جزءا من أهدافها من هذه العملية؟ صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. نعم، طال أمد هذه الحرب كثيرا في الواقع، ولم يكن أحد يتوقع أنها يعني ستطول إلى هذه الدرجة. ولكن للأسف الشديد هي المشكلة ليست في روسيا. روسيا يعني ضمت تلك المناطق التي تعتبر أن سكانها كانوا مضطهدين من قبل النظام الأوكراني، وتقوم بحمايتهم الآن وإعادة تأهيل هذه البنى التحتية في تلك المناطق، ويعني أصبح السكان جزء من روسيا، وهم أصلا لا يريدون العودة إلى أوكرانيا بأي شكل من الأشكال. المشكلة دائما في الأطراف الغربية لا تريد الاعتراف بهذا الواقع. يعني المشكلة أنهم يعتقدون أن أوكرانيا قادرة على استعادة هذه المناطق، والواقع يؤكد أن أوكرانيا غير قادرة على استعادتها أصلا. يعني كما قلت، السكان هذه المناطق اصلا لا يريدون العوده الى اوكرانيا، وهم يقولون يعني في تصريحات مختلفه: نحن نتقاضى اجورنا ورواتبنا من روسيا، روسيا هي من تقوم بالعنايه بنا اكثر من اوكرانيا اصلا، وهذا الكلام نسمعه باستمرار. وبالتالي لم يبقى امام الاطراف الغربيه سوى يعني تمديد امد الصراع قدر الامكان، عسى ولعل ان يتم استنزاف روسيا اكثر واكثر، وهذه هي المشكله الان. لا تريد الاطراف الغربيه الاعتراف بهذا النصر لروسيا، وهذه هي المشكلة في الواقع. هذه المناطق التي تتحدث عنها دكتور وأن أهلها يريدون الانضمام إلى روسيا، ربما نفهم ذلك إذا كان في القرم وفقا لما تم بعد ذلك من إجراء استفتاء وغيره، لكن هذه المناطق لم يجرى فيها أي نظام ديمقراطي واضح يوضح رغبة هؤلاء في الانضمام إلى موسكو، في حين أن يرى المجتمع الدولي بأن هذا ربما اعتداء واضحا صريحا من روسيا على الجانب الأوكراني. سيدي، يعني يجب أن نفصل الأمور يعني يعني كما يقال نقطة نقطة. عندما نقول أنه لا يوجد فيها أي نظام ديمقراطي، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني نعلم علم اليقين بأن معظم الشعب الأوكراني أصلا لا يريد هذه الدولة التي اسمها أوكرانيا. يعني أوكرانيا أصلا لم تكن موجودة على خارطة العالم لولا الاتحاد السوفيتي. كانت كل هذه المنطقة، يعني في عام 1846 كانت هذه المنطقة ما سماها غاليسيا، بعض المقاطعات الغربية من أوكرانيا، ومقاطعة باتكارباتسكي البولونية كانت تسمى أوكرانيا، ولم تتبلور شيء اسمه القومية الأوكرانية إلا في تلك السنة، عام 1846 تماما. يعني بالأساس هذه المنطقة هم روس، يعني بالأساس، والروس الذين يقطنون أصلا في غرب أوكرانيا خوفا من الأوكرانيين النازيين يسمون أنفسهم أوكرانيين. يعني عندما نقول نظام ديمقراطي، فيمكن نعم يمكن لكل متابع أن يحتج ويقول أن هذا الاستفتاء كان استفتاء غير قانوني وغير شرعي، ولكن يمكن حل المسألة إذا كانت هذه القضية تمس هؤلاء المواطنين، يمكن حلها بطريقة أخرى، ممكن إعادة هذا الاستفتاء، ويعني ولنرى هل حقيقة هؤلاء السكان يريدون العودة الانضمام إلى روسيا أم لا. يعني حتى الآن لم نشهد احتجاجات في داخل شبه جزيرة القرم أو هذه المناطق ضد وجود روسيا في تلك المناطق، بل العكس تماما. معظم الأوكرانيين بالمناسبة يتعاونون مع روسيا، وروسيا تفهم ذلك جيدا. وبالتالي المشكلة عندما نقول غير ديمقراطي نقع في مطب أستاذ، يعني في مطب في منتهى الخطورة. ماذا تعني كلمة ديمقراطي؟ ماذا تعني كلمة حرية الاختيار؟ ماذا تعني هذه المصطلحات؟ هذه المصطلحات يتم تداولها والتلاعب بها عندما نشاء. يعني إذا تم إخافة المواطنين في تلك المناطق بالتأكيد سيصوتون لصالح من يخيفهم، ولكن تركت الحرية المطلقة، فالمواطن الأوكراني أصلا لا يعتبر نفسه أنه يختلف عن المواطن الروسي. نعم، لكن دكتور، البعض يرى أن الأمر هو أبعد من مجرد رغبة لمواطنين على الأراضي الأوكرانية أو حتى على غيرها بالانضمام إلى السلطة الروسية، لكن المشهد هو صراع ما بين الجانب الروسي والكتلة الغربية تقع على المسرح الأوكراني.
سيدي نعم، هذا الكلام صحيح. المشكلة يعني أوكرانيا بالأساس للأسف الشديد أستاذ، يعني أنا منذ يومين نشرت مقالة باللغة الفرنسية عن الفساد في أوكرانيا. اتخذت يعني أوكرانيا وكأنها كما نسميها يعني في وكأنها شركة حاوية يعني لكل الفساد الغربي أساساً يعني. وعبرها تمر العديد من صفقات غسيل الأموال، وعبرها تمر يعني واتخذت وكأنها نقطة وكأنها موطئ قدم للدول الغربية لزعزعة استقرار روسيا. التمدد يعني هذا التمدد الغربي، التمدد الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه روسيا وإقامة القواعد العسكرية في أوروبا الشرقية، يعني هذا لا يفهم بأي شكل من الأشكال سوى أنه تهديد لروسيا بشكل مباشر. يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة بعض القواعد العسكرية في أوروبا الشرقية وفيها صواريخ بعيدة المدى يعني مداها 5000 كيلومتر، فضد من هي موجهة؟ أصلا لا يوجد شرق هذه المناطق سوى روسيا، هذا الأمر واضح. ولذلك ما كان من روسيا الا ان تهجم على اوكرانيا لانقاذ اوكرانيا. اصلا روسيا هجمت على اوكرانيا لانقاذها من براثن الفساد الغربي. سيدي اوكرانيا تحولت الى مرتع للفساد، وعندما نجا وعندما نرى الرئيس زيلينسكي يتحدث بهذه العنجهية مع المسؤولين الغربيين، فعلينا ان نفهم لماذا هو يفعل ذلك.